السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ داخل الوطن خارج الوطن جامع خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نهار جديد وفيديو جديد، وكنتمنى يا ربي الفيديو يلقاكم في احسن الظروف يا ربي نتوما كتشاهدوني. وشكرا لكم اخوتي على التعاليق، بزاف بزاف تنشكركم، بزاف بزاف كنشكركم بزاف، وكنشكر المصريين بزاف والجزائريين وكاع الدول العربيه كامله تنشكرها، وحنا كاع مسلمين كنسلمين وتعاونوا مع بعضياتنا. وشكرا لكم اخوتي بزاف بزاف، راكم عزاز وغاليين كاع اخوتي كاملين، كي داخل الوطن كي خارج الوطن، كنا الحمد لله مسلمين وحنا نتعاونوا مع بعضياتنا. واليوم ان شاء الله غادي نصاوبكم واحد الطويجين ديال الكفته ديال السردين، وبغيت نشاركو معكم ان شاء الله. واجيو معايا للكوزينه ان شاء الله ونشارك معكم داك الطويجين، وكنتمنى يرق الاعجاب ديالكم نتوما كتشاهدوني. وشكرا لكم بزاف، واللي اول مره كيشوف القناه ما ينساش يضغط على الزر باش يتوصل بالجديد ديالي انا واختي. وشكرا لكم بزاف بزاف، كملوا الفيديو حتى الاخر الله يجزيكم بخير، وديروا لنا جيم فضلا وليس امرا. وشكرا لكم اخوتي بزاف بزاف. انتم المشاهدين انا رجعت معكم مع المقادير ان شاء الله يا ربي باذن الله. عندنا هنايا الكفته ديال السرديل، ها هي دي طحونه، بغيتو تطحنوها عند مول الحوت كيطحنها لكم، بغيتو تجيبوها للدار وتطحنوها راسكم اللي بغيتو، داكشي على حسب كل واحد شنو بغى يدير. المهم انا جابوها ليا مطحونه، انا غنصاوبها معكم. هذه تكون هنايا نص كيلو، هذا نص كيلو ديال الكفته، نص كيلو ديال الكفته. غنحتاجو له شويه د الروز، ها نتوما مسلوق نص سلقه، كتسلقوه نص سلقه. عندي هنا القزبر والمعدنوس مقطعين، عندي هنايا بيضه باش غنجمع، حيت كديروا بيضه باش تجمعوه، ها هي دي. عندي ورقه سيدنا موسى، وعندي الفلفله الحمراء والفلفله الخضراء، وهذه مزيوده حاره. ثم هادو هما المقادير اللي غنحتاج ان شاء الله. عندي هنايا شرموله ديال الحوت، شرموله القزبر والمعدنوس والثومه والعطريه دقوقين، هما هادو هانتوما حتى هي كنديروها. عندي هنا بطاطا مقطعه هانتوما دويورات بحال هكذا، اللي بغى يدير البطاطا يديرها، واللي ما بغاش يتفاداها. المهم انا درت شويه البطاطا باش على حسب اللي عنده الدراري وداكشي كتصلح. عندي هنا مطيشه مطحونه، ها هي جوج حبات د مطيشه طحنتهم كبارين، الا كانوا صغار ديروا ثلاثه على حسب اللي بغى لاصوص. هو هادو هما المقادير اللي غنحتاجو. الزيت، الزيت ها هي دي، انا غندير شويه د الزيت حيت الكفته شويه ميدومه ما كنكثروش الزيت. هانتوما غادي نجيبو بعدا هاد، عندي حيت هاد الشرموله راني دايره فيها العطريه بعدا، ودابا زدت شويه د العطريه غنزيدها في الكفته. عندي هنا شويه الفلفله حمراء والسودانيه والكمون، ها هما غنديروهم بعدا هما الاولين. ها نتوما غندير شويه د الرز، نديروش كله بزاف صافي، شي درت غير شي جوج معالق ديال الرز بركه. نديرو هاد البيضه هادي حيت هي اللي غتجمع لنا الكفته، فيها هاد العطريه، وغنزيدو شويه ديال الشرموله هنايا صافي، نخليوهم نديرو فيه صافي. انا راه غنخدم يديا، هادي ما تجمع ليش بارك، غندير يديا هكذا هانتوما، شويه كتجي جاريه، ولكن بعد كيجمع هذاك البيض كتجمع به، ما كتبقاش كديروها طيب. هانتوما هي راه شويه جاريه، جرات من حيت درت لها، ولكن كتبدا طيب كتخاف، ما تخافوش منها كتجمع. زيد شويه القزبر والمعدنوس صافي. هذه هي المرحله الاولى، ما غندوزو ان شاء الله للمرحله الثانيه منين بغينا. هذه حنا خلطنا الملحه حيت راني دايره الملحه في الشرموله، الى حسب ذوقو عاد زيدو الملحه، مع السردين تيكون شويه مالح، الملحه على حسب الذوق. انا ما درتش الملحه دابا، درتها في شرموله. وتابعوني انا ان شاء الله غنرجع معكم منين المرحله الثانيه ان شاء الله. معكم المرحله الثانيه، هذه البطاطا غنديروها هنايا هي الاولى،
هانتوما. بغيتو ديرو في الطاجين ديال الفخار ديرو على حسب كل واحد. انا درتو في الطنجره حتى هذه ثقيله درتو فيها. غادي نديرو هاد مطيشه لاصوص. هانتوما هاد لاصوص هي فاش غطيب لنا هاد البطاطا حتى تقرب طيب البطاطا عاد ديروا عليها الكفته حيت البطاطا راه فاتت شويه طيب حتى ماشي ديروها دابا بلاتي. طبعا نرجع معكم منين غندير سميتو. غنديروا هاد الحطريه عاوتاني بحال اللي درنا في الكفته، الكمون والفلفله الحمراء وشويه الملح على حساب الكفته مسوسه شويه، درت لها شويه الملح هنا الثومايه. هاد العطريه كلها نديروها، ما درتش السودانيه باش ما يجيش حار، راه دايرها بعدا في شرموله. غنديروا هاد الشرموله هادي حتى هي كلها هانتوما. هيا شملتها بشويه هنا صافي هانتوما، كديرها بحال هكذا صافي. نرجعوها طيب شويه. هاد القزبر معاد نص هو شويه دابا شويه، منين ندير الكفته ندير عليها شويه. هو هاد الفلفله ما نديروهمش دابا بلاتي، تنديرو الكفته عاد تنديروهم نزوقو بها من الفوق. دابا نديرو غير هاد الوريقه سيدنا موسى ها هي، وغنديرو شويه الزيت غتكون الزيت غنديروها في التالي ها هي شويه زيت العود وزيت المائده وزيت العود ها شويه شويه صافي. غنشعلو عليها تبدا طيب، تبدا تغلي مزيان تا طيب البطاطا تقرب طيب وعاد نديرها طيب ونرجع معكم ان شاء الله. نوريكم اللي بغي ندير الكفته ان شاء الله نرجع معكم، تابعوني المشاهدين. هانتوما هي دي الكفته ديالنا ديال السردين. هانتوما كي تجي كتجي شاده راسها، ما تخافوش منها واخا راكم شفتوها خفيفه راه شاده راسها. هانتوما راه شدت راسها ملي طابت هي هادي. هانتوما ما تخافوش منها حتى تحل ما والو. ايوا هذا هو الطاجين ديالنا ديال الكفته، شاركنا معاكم تابعوني. ثم بعد ما غسلت المعنات وجمعتهم انا غنرجع معاكم ان شاء الله باش نكور ديك الكفته ونديروها في ماء جامد في الطنجره. تابعوني انا معاكم ان شاء الله يا ربي. ثم بعد ما البطاطا قربت طيب ها هي هادي راه قريبه طيب. دابا غادي نكور هاد الكفته نديرها ليها الفوق. انتما معايا هاكا نشدوها بحال هكدا، كنديرهم شويه كبار الكرات ماشي صغيورين على حساب هذه الكفته ديال السردين كتكون شويه كبيره. ما تخافوش منها غير حطوها بحال هكا غادي تجمع معاك فيها البيض غيجمعها والروز هكا حتى نستفوهم كاملين. طنجره بحال هكدا نديرهم شويه كبيبرين حيت ماشي بحال ديال اللحم، كنديروهم كبار هادو. ها كيجي لذيذ هذا الطاجين، تيجي زوين ولذيذ. تعرفوا السردين راه فيه بزاف الفوائد، واحد يستغلو كيما كان غيجي كيجي مزيان كفته ولا طاجين في الفران ولا مقلي. المهم مقلي شويه كيجي مجهد، اللي كيبغي زعما ياكلو مقلي مزيان. ثم هانتوما بعد ما كورتها كامله في الطيب نجره هانتوما هزو حطها، ما تخافوش منها هي شويه جا واخا كانت سايحه كتجمع. دابا غادي نديرو عليها ديك الفلفله اللي درت معاكم. ثم كنتمنى تكونوا كتشوفوا الفيديو ما يجيكمش مظلم شويه مع الشعه ديال الشمس في الجهه الاخرى، باش نصور تما الشعه. ايوا هادشي كمشاهد كنتمنى تقبلوا عليا وكون ظريفه عليكم في هذا الفيديو. وشكرا لكم اخوتي. ها كنزوقوه بحال هكذا بالفلفله غير كطيب. ثم هذه هي الفلفله الحاره، نديروا هذا القزبر المعدنوس اللي خلينا قبيله، ديروا حتى الحامض المصير الا بغيتوا حتى هو كيكون. غادي نديرها شويه
هانتو ما هذا الحامض المسير هو هذا، حيدوا له داك العظيمات باش ما يجيش مر. هانتو ما هذا الحامض المسير اللي صوبت معكم في القناه، راه عندي في القناه صوبت، ان شاء الله تيعاود يجي الليمون وقته نصوبو معكم ان شاء الله. كون فيديو خرد الليمون هانتوما، ديروا حتى الزيتون حتى هو، الزيتون هذا الاحمر ها هو هذا، ديروا حتى هو كنزوقوا به من الفوق بحال هكا. ايوا هذا هو الطواجين ديالي، انا شاركته معكم وتسناوه يطيب ان شاء الله ونرجع معكم في الاخر نوريكم كيجي ان شاء الله نهايه الفيديو. يا ربي وتابعوني اخوتي وشكرا. انا نرجعوا دابا يطيب غير شويه، راه طايب تقريبا، الكفته راه دغيا كطيب، البطاطا راه طايبه نص طياب، دغيا شويه نزيد واحد شويه ونطفي عليه ان شاء الله. وشكرا لكم وتابعوني في النهايه الفيديو ان شاء الله. ثم المشاهدين الطواجين ديالنا بعد ملي طاب راه هو هذا، كيجي بهذا الشكل هذا. كنتمنى يكون خفيف ظريف عليكم في هذا الفيديو نتوما كتابعوني، شكرا لكم اخوتي بزاف بزاف. هو هذا الطواجين الكفته ديال السردين، تيجي لذيذ وتيجي زوين وما شهيتكم فيه لذيذ. شكرا لكم رافقتو مع الخبيز، هو هذا غير الخبيز ما وريته لكمش مع باش ما يجيش الفيديو طويل، شاركت معكم غير داك الشيء اللي درت. شكرا لكم بزاف اخوتي وبسلامه عليكم فيديو اخر ان شاء الله. وما تنساوش تابوناو عندنا في القناه وتدعموني انا واختي وديروا باش نزيدو شويه لقدام، الله يجزيكم بخير. مرتا اخرى كنقولها لكم وسمحوا لي وشكرا لكم، والسلام عليكم في وصفه اخرى ان شاء الله، فيديو اخر ان شاء الله.